أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين. تحدثت في اللقاءين السابقين حول فكرة التقليد، مسارها التاريخي، بعض النقاشات حولها. تحدثنا عن نموذج ابن حزم الأندلسي والمذهب الظاهري وموقف هؤلاء من التقليد. تحدثنا عن نموذج المدرسة الحلبية الإمامية متمثلة بأبي المكارم ابن زهرة الحلبي. ثم تحدثنا عن تيار موجود في الإخبارية يرفض التقليد، وذكرنا المشهد كما هو هدفنا في هذا النوع من المحاضرات. في هذه المحاضرة الأخيرة واللقاء الأخير أود أن أتكلم عن التقليد وبعض الطروحات الحديثة في العصر الراهن، وعن ما إن انتهى العصر الإخباري شيعيا، أو فلنقل تراجع العصر الإخباري شيعيا في القرن الثالث عشر الهجري، ما إن انتهى حتى أخذ الأصوليون يتوسعون في دراسة موضوع الاجتهاد والتقليد. وكان أول ظهور لهذا الموضوع عند التيار الانسدادي، ما يعرف بالانسداديين، وعلى رأسهم الميرزا القمي. وهؤلاء الانسداديون ليس معي مجال الآن للحديث عنهم، لكن طروحاتهم عادة تفتح على الكثير من القضايا في موضوع التقليد، لكن لا نريد أن ندخل في تشعبات المسلك الانسدادي وتأثيرات هذا المسلك على نظرية التقليد. في القرن العشرين وصولا إلى يومنا هذا، شهد موضوع التقليد بعض التفكير أيضا. بعض هذه الأفكار لها جذور قديمة في التراث، وستجدون أن هناك تشابهات معينة مع بعض العينات التي ذكرناها سابقا. لكن مع كون هذه الأفكار الجديدة لها بعض الجذور في التراث، غير أنه تمت بلورتها والإضافة عليها بشكل لافت وكبير، وتم تكوين طروحات جديدة مختلفة بعض الشيء، أو ليس بعض الشيء، كثير نسبيا عن السائد بين جمهور الفقهاء الإمامية في عصرنا الحاضر. هناك كثير من الأفكار المتفرقة لهذا العالم أو ذاك، ليس معي مجال لعرضها برمتها. مثلا على سبيل المثال، السيد محمد جواد الموسوي الغروي الأصفهاني المتوفى عام 205 2005 للهجرة للميلاد، يرى أن الرجوع للفقيه فقط لتحصيل العلم لا أكثر ولا أقل، فأنا أرجع إليه حتى أتعلم، فيحصل من هذه المعرفة التي أرجع إليه فيها، يحصل لي معرفة بالحكم الشرعي وليس للتعبد بقوله. توجد أيضا مسألة أخرى تم تداولها خلال القرنين الأخيرين، وهي مسألة في غاية الأهمية: هل التقليد خيار أو ضرورة؟ بمعنى، ما معنى خيار أو ضرورة؟ بمعنى، هل أنا مخير بين أن أجتهد أو أقلد أو أحتاط؟ مثل الكفارة التخييرية، أختار واحد من الثلاثة، وما هو أنسب لي وما أريده فإنني أختار. أختار أن أجتهد فأشتغل على الاجتهاد، أختار أن أحتاط فأشتغل على الاحتياط، أختار أن أقلد فأشتغل على التقليد. هل القضية قضية تخييرية؟ هل أنا أمام خيار من بين خيارات متوفرة ثلاثة؟ أو أن التقليد هو ضرورة، بمعنى إنما أذهب نحو التقليد في حال العجز عن الاجتهاد والاحتياط، مثل باب الكفارات، نسميها الكفارة المرتبة. ففي الأصل يجب علي الاجتهاد، فإن لم أستطع أن أجتهد لسبب أو لآخر يجب علي الاحتياط، فإن لم أتمكن من الاحتياط أنتقل إلى مرحلة التقليد. فالتقليد هو بديل اضطراري، هو بديل ضرورة، وإلا الأصل هو أن أجتهد. مثلا على سبيل المثال، الشيخ محمد الصادقي الطهراني المتوفى 2011 للميلاد يرى حرمة التقليد إلا للعاجز عن الاجتهاد. فإذا هو يفهم القضية على أنها مرتبة. غير واحد من العلماء هنا وهناك يرون أنه لا يلزم من أن بمجرد أن أقبل بالتخصصات لا يعني ذلك أن أقبل بالتقليد، فلديهم أفكار هنا وهناك. طبعا إلى جانب هذه الآراء الفقهية هنا وهناك، والتي لن أبحث فيها، سأذكر عينات أخرى وهي ليست قليلة هذه الأفكار بالمناسبة، طرحت تساؤلات كثيرة تتعلق بموضوع التقليد في الدين من نوع الضمانات. مثلا قالوا بأننا نحن في غير الدين إذا قلدنا يوجد ضمان أنه لو أخل الشخص الذي نرجع إليه أو أفسد يمكن كشف خطأه، يمكن إجراء محاسبات. البناء إذا أخطأ يمكن أن نكشف خطأه، عامل الحسابات إذا أخطأ يمكن
لجنة المحاسبة أن تكشف خطأه ونجري محاسبات. أما في الشريعة ليس هناك ضمانات أن الفقيه إذا أخطأ كيف أعرف أنا أنه أخطأ؟ ومن سيحاسب؟ فقط يوم القيامة نعرف أنه أخطأ. يوم القيامة يعرف الحق من الباطل. مثل هذه الطروحات كثيرة في ثنايا كلمات بعض المشتغلين بالفقه وبعض الباحثين خارج الإطار الاشتغال الفقهي الرسمي. إذن نحن أمام تساؤلات كثيرة في القرن العشرين عصفت بالأذهان وزادت من حدة هذه التساؤلات صراعات التيارات العلمانية والإسلامية في العالم العربي وفي العالم الإسلامي عموما. أنا لن أخوض في هذه المساحة الواسعة، سأكتفي برصد عينات مما أعتبره دراسات جادة، لأنني لا تهمني الكتابات التي تعتمد على لغة التهريج ولغة التشويش وخطابات الصحافة الصفراء والمنشورات التي تستجلب اللايكات على وسائل التواصل الاجتماعي. هناك كثير ناس كتبت، لكن يهمنا أن نركز على عينات من دراسات جادة، ليست هي هذه فقط الدراسات الجادة، عينات من دراسات جادة تناولت هذا الموضوع بطريقة مختلفة عما هو سائد في الوسط الحوزوي وفي الوسط المؤسسة الدينية. سأذكر ثلاث نماذج. النموذج الأول أو العينة الأولى مدرسة الوثوق في حجية قول أهل الخبرة. سأشرح هذه المدرسة ومن حاول إسقاط هذه المدرسة على نظرية التقليد من العلماء العصر الحديث. النظرية الثانية التي سوف أدرسها هنا أو يعني أعرضها باختصار هي نظرية التوسط بين الاجتهاد والتقليد بملاحظة المقدمات والعدد المعرفية. سأشرح ما معنى هذه الكلام، التوسط بين الاجتهاد والتقليد بملاحظة المقدمات والعدد المعرفية، وهذه هي نظرية الشيخ صادق الأريجاني. النظرية الثالثة وهي أيضا نظرية التوسط لكن من نوع آخر، وهي نظرية التوسط بين الاجتهاد والتقليد لا بملاحظة المقدمات والعدد المعرفية هذه المرة، بملاحظة طريقة النظر أو ما يسمى بمنهج الترجيح. وهذه هي الفكرة التي طرحها أو الرؤية التي طرحها الأستاذ يحيى محمد. إذن سأتكلم عن هذه العينات الثلاث، مدرسة الوثوق في حجية قول أهل الخبرة وتنزيلها على نظرية التقليد، نظرية التوسط بملاحظة المقدمات والعدد المعرفية الشيخ لاريجاني أنموذجا، ونظرية التوسط بملاحظة طريقة النظر ومنهج الترجيح نظرية الأستاذ يحيى محمد أنموذجا. فلنبدأ بالعينة الأولى، وأرجو أن يتسع صدرنا لبعض الأفكار التي قد تكون مختلفة في بعض الجوانب. أول عينة مدرسة الوثوق في حجية قول أهل الخبرة. هناك نقاش دار بين علماء أصول الفقه الإسلامي وغيرهم أيضا، وهو نقاش جديد قديم في الحقيقة يتعلق بمعايير وضوابط الرجوع لأهل الخبرة فيما لهم خبرة فيه، بصرف النظر عن موضوع الفقاهة، بصرف النظر عن موضوع الاجتهاد والتقليد. الآن بالكلية هذا الموضوع درس، عندما أقول ارجع إلى أهل الخبرة بشكل عام، هل هناك معايير؟ هل هناك ضوابط؟ أو أن القضية فقط أرجع لها الخبرة وانتهى الموضوع؟ هذا الموضوع درس في أكثر من مكان وفي أكثر من علم من العلوم الإسلامية، وخاصة خلال القرون الأخيرة درس في علم أصول الفقه عندما تعرضوا لنظري لما يسمى بحجية قول اللغوي، كيف أعتمد على أقوال اللغويين والمعجميين. درس في علم الرجال تحت عنوان حجية قول الرجالي، أيضا تم التعرض لهذا الموضوع، وأيضا في باب حجية فتوى الفقيه وغير ذلك، يعني تطبيقات عديدة. فإذن هذا موضوع بطبعه ليس خاصا بموضوع الاجتهاد والتقليد، ولكن سنرى أن هذا الموضوع شديد الصلة بالاجتهاد والتقليد، وتم تنزيل هذه الفكرة على بحث الاجتهاد والتقليد. فيما يتعلق بالمعيار أو الضابط في رجوع الناس إلى أهل الخبرة، يوجد عندنا فريقين أساسيين في وسط العلماء المسلمين. الفريق الأول يقول الرجوع إلى أهل الخبرة لا حاجة فيه إلى أن يحصل لي وثوق واطمئنان في نفسي بما يقوله الخبير. أنا أرجع للطبيب الآن، أنا حالتي النفسية، حالتي الذهنية مطمئن لما قاله هذا الطبيب، أنا غير مطمئن لما قاله هذا الطبيب، هذا لا قيمة له. المعيار أنك لست من أهل الخبرة وهو من أهل الخبرة، انتهى الموضوع، نقطة على السطر، ترجع إليه وتأخذ بقوله. عندما نقول إن البناء العقلائي، السيرة العقلائية ترجع غير الخبير إلى الخبير، معنى ذلك أن المعيار هو عدم خبرويتك إلى جانب خبرويته، انتهى. حصل لك اطمئنان بقوله، ما حصل لك اطمئنان بقوله،
تثق بقوله، مشوش أنت من قوله، ما يهم، عليك أن تتبع. هذه هي الفكرة. إذن حجية قول أهل الخبرة، طبعا الفقيه هنا واحد من أهل الخبرة في الشريعة، لا علاقة لها بحالة المكلف الذهنية والنفسية، مهما كانت المشاعر، مهما كانت الأفكار، مهما كانت الترددات الاحتمالية في ذهنك، أنت ملزم بالتعبد والأخذ بفتوى والأخذ بقول الخبير، وهنا ملزم أنت بالتعبد والأخذ بفتوى الفقيه. هذا فريق أول. الفريق الثاني جماعة من العلماء قالوا بأن حجية قول أهل الخبرة أنشأها السيرة العقلائية، البناءات العقلائية. عندما نحلل طبيعة العقلاء، منهج العقلاء في التعامل مع أهل الخبرة في مختلف الاختصاصات، نجد أن الشيء المؤكد أنهم يأخذون بقول الخبير إذا حصل لهم وثوق واطمئنان من قوله، أما إذا لم يحصل لهم وثوق واطمئنان من قوله لا يأخذون بقوله. فأنت مثلا إذا ذهبت إلى الطبيب لسبب أو لآخر، وهو يتكلم طريقة كلام الطبيب، الفكرة التي طرحها لسبب أو لآخر، أنت لم يحصل لك طمأنينة بتشخيصه الطبي، اضطربت. يقول هؤلاء العلماء من أنصار الفريق الثاني، يقول العقلاء بطبعهم لا يقولون خلاص أنا هذا طبيب وعلي أن ألتزم به، وإنما يبحث عن خيار بديل، يرى أنه أنا ماذا أفعل، خليني أشوف طبيب ثاني، أنا ما مطمئن لهذا الطبيب، مطمئن إن أنه خبير، أنا أعرف أنه معه شهادة في الطب وضعها فوق مكتبه، ما في مشكلة، أنا ما عندي نقاش في خبرويته، لكن رغم يقيني بخبرويته قوله لم يحدث في نفسي سكينة لسبب أو لآخر. في هذه الحال قالوا لا، لسنا متأكدين من أن العقلاء يعملون بقول الخبير في هذه الحال، بل يرجعون إلى شخص آخر. إذا حصل لهم سكون من شخص آخر فبها ونعمة، ما حصل لهم سكون نفسي يرجعون إلى ثالث أو يرجعون إلى مجموعة، وإذا وصلوا إلى مرحلة فقدوا يعني الثقة انتهت، هنا ننتقل إلى مرحلة الانسداد، وهذا له كلام آخر. إذن هذا السؤال مهم. إذن أنا أمام فريقين، فريق يجعل معيار يعني المدار على قاعدة حجية قول أهل الخبرة هو عبارة عن خبروية الخبير في مقابل عدم خبرويته، بينما الطرف الثاني إضافة إلى خبروية الخبير وعدم خبرويته هناك عنصر رابط بيني وبينه، وهو السكينة، ما يلقيه يعطي في نفسي سكينة، أثق بما قال، لا يحصل لي تشوش لسبب أو لآخر، لأي سبب كان هذا التشوش غير مهم، وهذه نقطة مهمة في هذا السياق. لذلك حتى مثلا السيد الخوئي، طبعا السيد الخوئي ليس من أنصار هؤلاء، ما أقصد أنه من أنصار هؤلاء، يقول إذا اختلف الطبيبان، اختلف طبيبان في العلاج، إذا أمكن الاحتياط يحتاط الإنسان أو يرجع إلى صيغة أخرى تبعثه على الاطمئنان. نحن أصلا حتى لو تأملنا فكرة الأعلمية، أنا لا أريد أن أدخل في موضوع الأعلمية، نجد أن العقلاء عندما يرجعون إلى الأعلم في بعض الأحيان بسبب أن أعلميته تعطيهم جرعة من الطمأنينة، إذا كانت أعلميته لا تعطيهم جرعة من الطمأنينة لا يذهبون. مثلا لو فرضنا أعلم وفي مقابله 100 طبيب من كبار الأطباء قالوا بعكس رأيه، فقدت هذه الجرعة، أعلميته لم تعد جرعة مسكنة لك، لا تذهب إليه، تذهب إلى المشهور، إلى الجماعة الأكبر. حتى فكرة الأعلمية هي بطبعها فكرة متحركة، سببها عند هذا الفريق هو هذا العنصر العقلائي. العقلاء لا يبحثون عن تعبديات، العقلاء يبحثون في حياتهم عن طمأنينة. كل سلوك العقلاء للوصول إلى شاطئ الأمام بأي موضوع من الموضوعات من وجهة نظر الفريق الثاني هذا. إذن إذا أخذنا وجهة نظر هذا الفريق، نحن أمام قراءة مختلفة لموضوع الرجوع إلى أهل الخبرة. ليس كل رجوع إلى أهل الخبرة كاف، أو قول أي خبير كاف وحجة أنا ملزم به، وإنما مع إضافة عنصر الوثوق والسكينة النفسية، وهذه نقطة مهمة. بعض العلماء في العصر الحديث قاموا باستحضار هذه الفكرة التي طرحت في مواضع متعددة من علم أصول الفقه وعلم الرجال وغيره، قاموا باستحضارها بشكل مباشر في موضوع التقليد، واعتبروا أن تقليد الإنسان العادي غير المتخصص لزيد الفقيه لا معنى له إذا لم تكن فتوى زيد في هذا الموضوع موجبة لحصول ثقة له بالأمر. مثلا أنا سأعطي مثال، يعني ولو مثال سريع مبسط،
مثلا لنفرض أن زيد أفتى بأن الخمس مال شخصي للنبي وأهل بيته، مثلا وزيد هنا هو السيد الخوئي بالمناسبة، يعني لا نحتاج نقول زيد. سيد الخوئي قال الخمس لا علاقة له لا بمشروع مسلمين ولا ب يعني إزالة الفقر في المجتمع الإسلامي ولا كل هذا. الخمس ضريبة فرضها الله على المسلمين، نصفها ملك شخصي لشخص محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بعده الإمام، والنصف الثاني من هذا الخمس هو لأقرباء والسادة وبنو هاشم، انتهى، ما في إضافة. هذه وجهة نظر في الخمس نظر لها السيد الخوي. وجهة نظر ثانية نظر لها السيد الخميني، وضع الخمس في سياق ضريبة ذات صلة بحكومة ودولة. إذن الخمس لم يعد مسألة مرتبطة بشخص النبي وأهل بيته وأقربائه وذريته مثلا، وإنما صار موضوع له سياق سياسي اجتماعي حكومي ارتبط بموضوع سلطة. بينما نرى فقيه ثالث وهو الشيخ محمد جواد مغنية لا يوافق لا على الرأي الأول ولا على الرأي الثاني. الخمس لا علاقة له، لا يعبر عن مفهوم الدولة وارتباطه بالدولة عنده. والخمس أيضا ليس شيئا يرجع إلى النبي وأهل بيته، الخمس نمط من التكافل الاجتماعي. ما هذا؟ مثل أنماط التكافل الاجتماعي، يعني شيء له نمط الحياة المدنية، لا هو شخصي للنبي ولا هو ضريبة مرتبطة بفكرة الدولة. هنا إذا جاء المكلف أمام هذه الفتاوى الثلاث أو الفهوم الثلاث دعونا نقول لقضية الخمس، وعند هذا المكلف خلفية معرفية في النهاية، عنده رؤية للإسلام في النهاية، تعلمها في المسجد، تعلمها عند هذا الشيخ، عند ذاك الشيخ، تعلمها في أشرطة الكاسيت، أينما كان. في النهاية هو عنده خلفية معرفية معينة، تصور معين عن الإسلام. عندما رأى هذه الآراء الثلاثة سكن قلبه أكثر إلى رأي السيد الخوئي، لم يرتح إلى رأي السيد الخميني وإلى رأي الشيخ مغنية، اعتبر أن هذا أقرب للوثوق، أقرب للسكينة لهذا الموضوع. بناء على ذلك حكي السيد الخوئي حجة عليه، كلام السيد الخوئي حجة عليه، كلام السيد الخميني ليس حجة، كلام الشيخ محمد جواد مغنية ليس حجة. شخص آخر يعيش في فضاء الحركات الإسلامية والنظرية السياسية الإسلامية وجد أن ما طرحه السيد الخميني له ثقة في نفسه، أوجد له سكينة، أما ما طرحه الآخرون ما اقتنع به. هو لم ينظر في الأدلة، أرجو الانتباه، هو هنا لم ينظر في الأدلة، وإنما لسبب أو لآخر حصل له سكينة. ما إجا سوى الدليل الأول والدليل الثاني، لا لا، حصل له سكينة للفكرة لأي سبب من الأسباب. السبب هو رجع للأدلة، السبب طبيعة الموضوع، السبب شخصية المتكلم أحياناً، آدم، كل شيء مفتوح. فإذا يقول هؤلاء أنصار الفريق الثاني الذين نزلوا الفكرة على باب التقليد، لا حجية لفتوى مفتن إذا لم يكن في داخل نفس المكلف حالة من السكينة والاطمئنان إلى الفتوى التي يعطيها المفتي. إذا حصل له ارتباك اهتزت الثقة بالفتوى، لا حجية لهذه الفتوى إطلاق. ومن ثم يمكن حينئذ التنقل بين الموضوعات. مثلا أنا أقلد زيد في المسألة ألف لأن عندي ثقة برأيه في المسألة ألف، أشعر بطمأنينة فيها، ولكنني أقلد عمرو في المسألة باء لأن عندي أيضا وثوق نفسي برأيه في المسألة باء. بناء على هذا التصور ستكون الأمور مفتوحة ومتداخلة، لأن لم تعد القضية عبارة عن يعني قناة واحدة محددة أنت مجبر أن تتحرك فيها، وإنما الموضوع تابع لوضعك الذاتي من حيث سكينتك إلى هذه الفتوى أو عدم اطمئنانك بتلك الفتوى لأي سبب من الأسباب. إذن هنا نحن نربط حجية الفتوى، أرجو انتباه جيدا، بقناعة الفرد المكلف ببدايات احتمالية أقربية هذه الفتوى للواقع، مش ذات الفتوى ولا المتكلم هنا. كم هي من أي فتوى من هذه الفتاوى أكثر ثقة لديك؟ هذا هو المعيار. أحد أبرز الأشخاص الذين اختاروا هذه النظرية في التقليد ولو لم يتوسع بها كان الشيخ حسين علي المنتظري المتوفى 2009 للميلاد، وتبعه جمع من تلامذته ليس آخرهم الشيخ محسن كديفر. منتظري رأى أن حجية الرجوع للفقيه ليست تعبدية بل هي عقلائية، وصرح بأن العقلاء يرجعون مع تحصيل الوثوق والاطمئنان لا مطلقا. اتباع الفقهاء عنده هو اتباع فيه نوع وعي وتحقيق، وليس اتباعا تعبديا محضا كما هو الرأي السائد
وفقا لتوصيفه له. المنتظري في عبارة واضحة لديه يقول في كتابه دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، وهو كتاب نشر في الثمانينيات من القرن الماضي، قال: وأما ما قد يرى من بعض العوام من التعبد المحض بفتوى المجتهد مطلقا، وأنا أقرأ نصه الآن، من دون التفات إلى أنه يطابق الواقع أم لا، وإن التفتوا إلى ذلك وشكوا في مطابقته له، حتى لو أحيانا شكوا، حصل له شك أن هذه الفتوى فعلا هكذا الإسلام، مع ذلك هو يتعبد بقوله. يقول: ما سبب هذه الظاهرة؟ يقول: فلعله من جهة ما لقنوا كثيرا بأن تكليف العام ليس إلا بالعمل بفتوى الفقيه أو بفتوى المجتهد، وأن ما أفتى به المفتي فهو حكم الله في حقه مطلقا. هذا الذي أشرت إلى أن الفتوى الفقيه عملت قطع اتصال بينك وبين حكم الله الواقعي، لأنها صار لها موضوعية مستقلة. ثم يقول في جملة في غاية الأهمية، يقول: والظاهر أن هذه الجملة تكون من بقايا إلقاءات المصوبة وإن ترددت على ألسنتنا كثيرا. يعني أنا يهمني أن أعمل بفتوى الفقيه، ما يعنيني كيف هو الواقع. يقول: هذه مثل بقايا فكرة التصويب التي رفضها الشيعة. طبعا هذا يحتاج إلى تحليل، كيف هي من بقايا فكرة التصويب التي رفضها الشيعة؟ لأنه شعر بأن هذا التفكير، أن أنا علاقتي بالمجتهد ما إلي علاقة مع الواقع التشريعي، كيفما كانت حالتي وقناعتي لا علاقة لي بالواقع التشريعي، هذا ضرب من قطع الصلة مع الواقع التشريعي، وإعادة تشكيل واقع جديد هو واقع العلاقة بين الفتوى وبين المكلف، كأنما الواقع اختفى وراء المرجع كما شرحت ذلك في اللقاء الأول. الغريب أن الشيخ المنتظري لم يدرج هذا القيد في رسالته العملية. يعني عندما نرجع إلى رسالاته العملية المختلفة، لا نجده عندما شرح التقليد أو بيّن قضايا الاجتهاد والتقليد أدرج هذا القيد، بل سار في تعابيره على طرائق سائر الفقهاء، مع أن رأيه هذا كان قد ذكره في فترة مبكرة، يعني في كتاب دراسات في ولاية الفقيه، أي في الثمانينيات من القرن العشرين. لماذا لم ينعكس رأيه هذا في صياغة فتواه في قضية التقليد؟ لا أدري. هل عدل عنه؟ لا يبدو ذلك، لأن تلامذته كثير منهم يتبنون هذه الفكرة. طيب السؤال: كيف يمكن أن يكون هذا التقليد أخلاقياً وعقلانياً؟ يعني بالنسبة للشيخ المنتظري وأنصار هذه الفكرة، أحياناً قد يكون أنا عندي طمأنينة بالحكم فقط لأن الذي قاله هو زيد. انتبه جيداً، أنا لا أتعبد بقوله، أنا عندي طمأنينة بالحكم، أنا عندي ثقة عظيمة به، بحيث من مجموع أفكاره لدي ثقة بهذه المنظومة الاجتهادية التي قدمها، فإذا قال لي حكماً ما، لدي ثقة بأن هذا الحكم أقرب للواقع، لواقع الشريعة الإسلامية. هل هذا أمر عقلاني أن أعتمد في إثبات الواقع على قول شخص أو لا؟ هنا يوجد سؤال يطرح على هذه النظرية، وهو: عناصر تكون الوثوق عند الفرد، عند المكلف، تختلف اختلاف كبير. عندما أنت تضع الفرد، وثوق الفرد معياراً، ولا تضع اطلاع على الأدلة معياراً، انتبهوا جيداً، هذه النظرية التي تعتمد مسلك الوثوق في حجية قول أهل الخبرة، هذه النظرية تعتبر أن وثوق الفرد هو المعيار، مش معرفة الفرد بالأدلة هي المعيار. نعم، ممكن يأتي الوثوق من خلال معرفته بالأدلة، وممكن يأتي من منطلقات أخرى، وهذا على عكس النظرية الثانية والثالثة التي سوف تأتي معنا لاحقا، وعلى عكس ما قاله ابن حزم والإخباريون من قبل كما رأينا. طيب، إذا كان الوثوق غير ناتج عن مراجعة الأدلة، هل هذه المعرفة، هل هذا الوثوق، هل هذه الطمأنينة، هل هذا الوعي أخلاقي، هل هذا الوعي عقلاني؟ قد يثق شخص بالحكم الشرعي نتيجة ثقته الشخصية بالفقيه، ليس دائما نتيجة ثقته بطبيعة الموضوع ومنطلقات الموضوع. هل هذه المعرفة الوثوقية شيخنا المنتظري عقلانية أو أخلاقية أو لا؟ هذا سؤال يوجه إليه. طبعا يوجد بحث واسع في الدراسات الأخلاقية وفلسفتي المعرفة والأخلاق المعاصرة في الغرب والشرق حول موضوع التقليد. يعني هذا موضوع التقليد مش موضوع لنا، هذا موضوع مطروح عالمي، بمعنى الرجوع في المعرفة إلى متخصص، أو الرجوع في المعرفة إلى ما يطلقون عليه الشاهد. هناك من يرى أن المعرفة العقلانية التي تتجنب المغالطات هي فقط المعرفة الاستدلالية. المعرفة الاستدلالية، أي المعرفة الناتجة عن دليل، هي المعرفة الوحيدة التي تحظى بصفة العقلانية والأخلاقية، فيما المعرفة التي تنجم عن غير ذلك بما فيها المعرفة الآتية من خلال الثقة بهذا العالم أو من خلال الثقة بهذا المتخصص هي معرفة غير عقلانية.
هي مغالطة، في حين يرى آخرون في فلسفة المعرفة وفلسفة الأخلاق المعاصرة أن المعرفة تغدو عقلانية وأخلاقية، ليس فقط عندما تكون استدلالية. هذا منهج متطرف لعقلانية المعرفة، مال إليه في التراث الإسلامي كثير من المعتزلة. لكن أيضا يمكن للمعرفة، وطرحوا أدلة فلسفية وأخلاقية هنا بالمناسبة، أيضا يمكن للمعرفة أن تكون مبنية على مبدأ الشهادة، وهذا ما يسمونه في الإنجليزية knowledge by evidence و knowledge by testimony، يعني المعرفة القائمة على الدليل والمعرفة القائمة على الشهادة. وتوجد بحوث مفصلة في هذا الموضوع، ينتصر كل من الفريقين لها بما لا مجال لبحثه هنا. ولذلك أنا أقترح أن تدرس في الحوزات والجامعات المعنية بالشأن الديني نظرية التقليد من زاوية البحث الفلسفي المعرفي والأخلاقي فيما كتب حولها اليوم، وإجراء مقارنات بين إبداعات الأصوليين وغيرهم في المشهد الإسلامي وإبداعات فلاسفة المعرفة والأخلاق في المشهد الخارج إسلامي. فلا يتصورن شخص أن فكرة التقليد منبوذة في كل أنحاء العالم، أبدا، هذا كلام غير صحيح. وإنما هذه الفكرة بعيدا عن اسم التقليد هي موضوع للبحث في فلسفة المعرفة وفي فلسفة الأخلاق من زاوية أخلاقيتها ومن زاوية عقلانيتها، فلا بد أن نكون مجادين أكثر. وطلعت مؤخرا على مقال أيضا للباحث يعني البارز في مجال فلسفة الأخلاق الدكتور أبو القاسم فنائي، وهو أحد أبرز الأساتذة الجامعيين في مجال الفكر الفلسفي الأخلاقي، عالج في هذا الموضوع بجدارة وبشكل جميل. إذن هذه العينة الأولى. العينة الأولى أنصار مدرسة الوثوق في حجية قول أهل الخبرة أسقطوا هذه القاعدة على باب التقليد، وقالوا علاقة المقلد بالمقلد هي محكومة لنظام الوثوق، فتتبع طبيعة انعكاس الفتوى على ذات المكلف، فيتحرك تبعا لما تنعكس عليه ثقة وطمأنينة ومعرفة بهذا المعنى للمعرفة، بهذا المعنى للمعرفة. وبالتالي القضية باتت متحركة الآن، لم تعد محصورة بشخص واحد. هذه عينة. إذا انتقلت من هذه العينة لآخذ عينة أخرى تحظى بجدل في الفترة الأخيرة أيضا، ولو جدل يعني محدود، وهي نظرية التوسط بين الاجتهاد والتقليد بملاحظة المقدمات والعدد المعرفية، والتي طرحها يعني في من طرحها الشيخ صادق لاريجاني المولود عام 1961 للميلاد المعاصر، وهو من أبرز نقاد الدكتور عبد الكريم سروش في تاريخ الجدل الثقافي الإيراني المعاصر، والرئيس السابق للسلطة القضائية في إيران، وهو حاليا رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، وله مناصب أخرى أيضا. هذا الفقيه البارز يسهب في طرح فكرة مختلفة بعض الشيء وفقا لمقاربات أصولية وفقهية تخصصية لا يسمح لي الوقت بطرحها، وتتسم بطابع من التشابك والتعقيد، لا مجال لطرحها هنا. لكنه يتوصل من خلال تحليله الفقهي والأصولي إلى ما يعبر عنه بنظرية التوسط، هذا تعبيره هو نظرية التوسط، وهي نظرية يبدو لي أنه بحسب متابعتي طرحها للعلن في العقد الأول من القرن 21. طبعا هذه النظرية عندما تصدر من شخصية فقهية بارزة بمستوى الشيخ صادق لاريجاني لها تأثير ليس بسيطا. أثارت هذه النظرية بعض ردود الأفعال، تخوف منها فريق، اعتبر أنها تفتح الطريق، وبصراحة أنا أقول كلام بصراحة فيما قالوه هم، تفتح الطريق للمثقفين للتحرر من مرجعية الفقهاء والانفراد باستنتاجات فقهية رغم كونهم غير متخصصين. فيما أصر لاريجاني على أن هذه الفكرة هو لا يستهدف بها الجامعيين والمثقفين، يعني وكان يصر دائما أنني لا أستهدف بهذه الفكرة فتح المجال للجامعيين والمثقفين الدينيين، وإنما أقصد بهذه الفكرة فريق داخل الحوزات العلمية، لا هو بالمجتهد الخالص ولا هو بالمقلد الخالص. هؤلاء الذين في الحوزات العلمية يمثلون طبقة وسطى في المجتمع، هؤلاء الذين يمثلون طبقة وسطى في هذا المجتمع لهم أن يمارسوا ما يسميه هو التوسط بين الاجتهاد والتقليد، ويخالف رأي مجتهدهم أو مرجعهم في هذا الإطار. هو هكذا حاول أن يقول في مقابل انتقادات المنتقدين، أنك تفتح الطريق للجامعيين والمثقفين، في حين لما نقرأ النظرية ونحفر في داخلها ونرى أي بعض العبارات في نظريته، نتأكد أن هذه النظرية لا تختص بالحوزويين وإن كانوا من أبرز مصادقها، بل تشمل أيضا بعض الجامعيين طبقا لبعض الاختصاصات، ليس كل الجامعيين. أنا سأشرح الفكرة.
لاريجاني يعتبر أن فكرته هذه موجودة في التراث الأصولي والفقهي سابقا، غير أنها مهجورة. طبعا وفي كلامه ضرب من الاضطراب، مرة يوحي لك أنها موجودة ومرة يوحي لك أنها، يعني في تحليل عندما أحلل كلام لاريجاني أعتقد بأنه يقصد أن هذه الفكرة عناصرها الأساسية موجودة في التراث الأصولي والفقهي عند العلماء، وهو قام بعملية تركيب وإضافة حتى تكتمل. مثلا ممكن نجدها موجودة في بحث الاجتهاد، ما يسمونه الاجتهاد في المبادئ البعيدة، أو في ما يسمونه بحث الاجتهاد المتجزئ، أو عندما يبحثون موضوع التخيير الأصولي، وهذه مواضيع تخصصية موجودة في علم الأصول عادة وفي علوم أخرى أيضا. فهو قام بتركيبها وأضاف عليها ونفخ فيها من يعني عقله، واستخرج منها أطروحة متميزة. سأعرض أروح نظريتي على طريقتي، سأعرض نظريها ليس على طريقته هو، لأن طريقته ممكن تكون شوية يعني على يتعرض. سأعرضها على طريقتي لأبسطها وتكون مفهومة وسهلة بعيدا عن الأدلة والمناقشات الاستدلالية، لأنه يستفيض في مناقشة كلمات الأعلام من علماء الفقه والأصول. طيب، النواة الصلبة في نظرية التوسط هذه التي طرحها الشيخ لاريجاني تقوم على فكرة الجمع بين التقليد والاجتهاد، وهو يقول كثير من الناس لا يمكنهم تحقيق هذا الجمع. هؤلاء الناس غير القادرين على الجمع بين الاجتهاد والتقليد، هؤلاء إذا لم يجتهدوا ولم يحتاطوا ليس من سبيل أمامهم إلا التقليد. وأتكلم هنا عن التقليد الخالص، محض التقليد بالمعنى الذي نعرفه اليوم. لكن يقول هناك فئة من الناس يمكنها ممارسة جمع بين الاجتهاد والتقليد. هؤلاء ليسوا مجتهدين بالمعنى الكامل للكلمة، وليسوا مقلدا بالمعنى الكامل للكلمة. العنصر الجوهري الذي يفتح على هذا التركيب ما هو؟ يعني ما هي الثغرة التي نفذ منها الشيخ لاريجاني لكي يركب فكرة الجمع بين التقليد والاجتهاد؟ العنصر الجوهري عندما نحلل كلامه وبنية نظريته هو طبيعة العملية الاجتهادية بنفسها. هذه العملية الاجتهادية عندما ندرسها ليست ذات عناصر محدودة تنتمي لمجال معرفي محدد، بل هي تتركب من سلسلة طويلة ومعقدة من المكونات المعرفية. وعندما نحللها أيضا نجد أنها تنتمي لعلوم مختلفة وتحتوي على مهارات مختلفة. وأرجو الانتباه جيدا، نحن مثلا في البحث الاجتهاد الفقهي أمام علوم اللغة والأدب على تنوعاتها، أنت بحاجة تشتغل أدب ولغة. نحن في بعض كثير من الموارد أمام التاريخ، لازم تثبت مسألة تاريخية، أمام علم السيرة، أمام علم الكلام، أمام علم أصول الفقه، أمام علم الرجال، أمام علم الحديث، علوم القرآن، علم التفسير، علم تاريخ الفقه أحيانا تحتاجه، علم الفقه بنفسه، الآلية الاجتهادية الفقهية. لهذا يعتبر الاجتهاد الشرعي لما ندرسه هو ملتقى سلسلة من العلوم والموضوعات والمهارات التي باتت اليوم منفتحة أيضا على بعض العلوم الإنسانية. ولهذا حار بعض العلماء في تعريف موضوع علم الفقه لتنوع شبكته. الموضوع متنوع، في شبكة متنوعة ومقدماته طويلة. الفقيه في بعض الموارد تجده باحث لغوي لأن الظروف تفرض عليه أن يتحول إلى باحث لغوي، في موضع آخر تجده عالم أصولي، في مورد ثالث تجده مفسر، في مورد رابع تجده يشتغل على معطيات تاريخية، على الحديث والرجال. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني نظريا على الأقل أن عالم التفسير، انتبه جيدا، عالم التفسير هو عالم متخصص بجزء من المعرفة التي تكون الاجتهاد الشرعي، التي تكون إنتاج الفتوى، لأن التفسير هو جزء من هذه العملية. عالم الرجال والحديث أيضا هو جزء، أو هو عالم متخصص بجزء من المعرفة التي تكون منظومة الاجتهاد. وهذه نقطة مهمة، مفتاح مهم. هنا يظهر الشيخ لاريجاني جوهر فكرته ويقول مع توسع العلوم هذه يمكننا العثور على شخص متخصص في علم الرجال لكنه غير متخصص في الاستنباط الفقهي. وهذا كثير فعلا، أنا أعرف أشخاص كثر في علم الرجال ما شاء الله، إذا إجي إلى الفقه ما بيعرف يركب جملتين على بعض مثلا، عادي كثير هذا. وقد تجد شخص في الأداة الاجتهادية، يعني كيف يمارس عملية تركيب الأدلة، ممتاز في الاستنباط الفقهي لكنه في علم الرجال ما يعرف يعني إلا البديهيات الأولية.
إذا هذا معناه أننا من الممكن أن نصل إلى نصف مجتهد، أتعبيري يعني ربع مجتهد وفقا لهذا الحساب. فالشخص متخصص بجزء من منظور من العدة، هذه عدد معرفية، ممكن صرنا نجد شخص متخصص بجزء من هذه العدة المعرفية وليس متخصص بجزء آخر، والثاني على العكس، وممكن نجد المجتهد المطلق الخبير بكل هذه الملفات بناء على أنه موجود. هذا المتخصص بجزء من العناصر المكونة لمنظومة الاجتهاد يطلق عليه الشيخ لاريجاني المجتهد المتوسط. ماذا ينتج عن هذه الحقيقة الواقعية المعقدة؟ ينتج عليها جملة أمور، بعض النتائج أنا سأجعلها ضمن وسأسميه النتيجة السلبية والنتيجة الإيجابية. أما النتيجة السلبية التي يبني عليها الشيخ لاريجاني مثلا، أنا سأذكرها من خلال أمثلة، شخص متخصص في ضلع من أضلاع المعرفة الاجتهادية الشرعية يرى خطأ مجتهده في هذا الضلع. مثلا مجتهد اجتهد أفتى بوجوب شيء ما، أنا شخص متخصص مثلا في علم الرجال، أنا ما متخصص في الفقه، ما متخصص في الأصول، ما متخصص في مثلا في الحديث، ما متخصص، لكن أنا مثلا متخصص في علم الرجال، فأنا ذهبت لأرى على ماذا بنى هذا الفقيه في فتوى، اكتشفت أنه بنى على وثاقة فلان من الرواة. أنا متخصص في الرجال، أنا متخصص مش مقلد، متخصص، أنا لا أبني على وثاقة هذا الرجل. أدركت أن الفتوى للمرجع الذي أقلده بنيت على موقف الرجال، والمفروض أنني متخصص في علم الرجال ولي رأي في علم الرجال. في هذه الحال شيخ لاريجاني ماذا يقول؟ لك أن تتحرر من تقليد هذا المرجع وتذهب إلى فتوى بديلة، حتى لو كنا نؤمن بنظرية التقليد الأعلى. مثلا مثال آخر، لو أنا متخصص في مجال اللغة العربية، خبير لغوي متخصص في اللغة، اطلعت على فتوى لمرجعي الذي أقلده، وأدركت أنها مبنية على رأي لغوي، مثلا مبنية على رأي يقول بأن الجملة الإسمية لا تدل على الزمن كما هو المعروف في علم يعني اللغة، أنا 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 مجتهد لغوي، أنا رأيي أن الجملة الإسمية تدل على الزمان. إذن الفتوى التي بنى عليها باطلة بنظري، باطلة بنظري، لست كمقلد هذه المرة، هذا البطلان ناشئ عن تخصص. هنا يمكنني ترك قول مرجعي، حتى لو كنا نلتزم بوجوب تقليد الأعلام، يمكنني ترك، بل قد يجب علي ترك قول مرجعي والذهاب إلى خيار، إلى فتوى أخرى. هذه النتيجة السلبية، أي القدرة على التحرر من فتوى المرجع والفقيه عندما تكتشف خطأه في الزاوية التي أنت متخصص فيها. طيب نجي للناحية الإيجابية، النتيجة الإيجابية تقع على المقلب الآخر. كيف؟ بمعنى ماذا نقصد من النتيجة الإيجابية؟ يمكن للمقلد الذي لا توجد عنده خبرة اجتهادية، هو ما عنده خبرة اجتهادية بأصول الفقه، أنا مقلد ما عندي خبرة اجتهادية في أصول الفقه، لكن أنا إذا تعطيني القواعد الأصولية أعرف أشتغل عليها. أعطيني أنت القواعد الأصولية، قل لي القواعد الأصولية هي 1 إلى 50، قل لي هذه القواعد التي نتبناها، أنا أعرف كيف أطبقها في الاجتهاد الفقهي. يعني أملك خبرة الممارسة الفقهية لكن لا أملك خبرة استنباط القواعد الأصولية. هنا ماذا يقول لي الشيخ لاريجاني؟ يقول لي أنت ممكن تقلد أصولي في نظرياته الأصولية وتروح تطبق ذلك في البحث الفقهي، وهذا يمكن حينئذ يكون سهل لكثير من فضلاء الحوزات العلمية، اللي ممارسة البحث الفقهي عنده قد تكون أسهل من استنباط القواعد الأصولية والخوض في ميدان الأصول، فتصبح مقلدا في الأصول مجتهدا في الفقه، مقلدا في علم الرجال مجتهدا في الأصول والفقه. وين المشكلة؟ هذا الأمر يفتح الطريق من وجهة نظر لاريجاني على الكثير من فضلاء الحوزات العلمية لممارسة نوع من الدمج والتركيب بين الاجتهاد والتقليد. لا يضطر الإنسان كي يعتمد على اجتهادي، حتى أنا أعتمد على اجتهادي مش بالضرورة أكون مجتهد مطلق في جميع القضايا المتعلقة بمبادئ الاجتهاد والخلفيات المعرفية للاجتهاد ومختلف العناصر، بعض العناصر أقلد فيها شخص والبعض الآخر أنا مجتهد، وين المشكلة؟ يمكنني تقليد مثلا سيد موسى الزنجاني في علم الرجال وأجتهد بناء على تقليدي، يمكنني تقليد الشيخ جعفر السبحاني في علم الكلام بناء على جواز تقليد في علم العقائد والذهاب نحو الاجتهاد مبنيا على نتائجه، يمكنني تقليد مثلا الشيخ دكتور عبد الهادي الفضلي في علم اللغة والانطلاق مبنيا على نتائجه، وهكذا.
بل هذه العملية يمكن تطبيقها أيضا داخل الفقه، بعض المباحث الفقهية مبنية على البعض الآخر، فأنا أقلد في تلك المسائل وأذهب أجتهد في غيرها. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن لاريجاني، يعني عند لاريجاني أن التقليد بطبعه غير منحصر بالمسائل الفقهية، بمعنى منفتح على التقليد في المبادئ الاجتهادية. هنا هو يوسع الطريقة، يوسع دائرة التقليد لتشمل التقليد في العقائد والرجال وإلى آخره، بالوقت نفسه يحرر المجتهد المتوسط إذا صح التعبير، أو العالم المتوسط، يحررهم من أن يفرض عليه أن يجتهد في جميع هذه البحوث، خاصة أنه صارت صعبة يعني في كل هذه البحوث يجتهد. إذن عندي جانب سلبي، تحرر من فتوى مرجع أقلده نتيجة اختلافي معه في نقطة تخصصي، وجانب إيجابي للبناء على اجتهاد نتيجة تقليد في أصول سابقة ذهب إليها شخص آخر. أين المشكلة؟ واضح جدا أن نقاد لاريجاني هنا أكيد هم قلقون من الاسم الذي سيطلق على هذا الإنسان المتوسط، هل هو مجتهد أو لا؟ لأن هذا إذا سميته مجتهد أنت هشمت تعريف الاجتهاد في المؤسسة الدينية. فماذا يسميه لاريجاني مباشرة؟ لاريجاني واضح وصريح يقول أنا لا يهمني ماذا نسمي هذا الشخص، لست مصر على أن تسموه مجتهد. كأني بلاريجاني يريد أن يهدئ نقاده، لأنه يفتح الطريق على نسبة صفة المجتهد لكثيرين خارج السياق المعروف لكلمة مجتهد. أرجو نعي الفكرة جيدا. إذن وفقا لهذه النظرية يقترح لاريجاني، وهذا اقتراح في غاية الأهمية، يقترح أن تتضمن الرسائل العملية بيان المبادئ التي بنيت عليها الفتاوى مش الاستدلالات. يعني مثلا الفتوى ألف نكتب تحتها في الهامش بنيت على 4 مبادئ أو 5 مبادئ مثلا. المبدأ الأول يعني هو عندما استدل لها في 5 مبادئ أخذت في العملية الاستدلالية، مثلا شمول العصمة لفعل المستحبات وترك المكروهات، مثلا سيد الخوي يبني على أن المعصوم معصوم عن ترك المكروهات، عن ترك المستحبات، المعصوم معصوم عن فعل المكروهات أيضا مش بس المعاصي. مثلا هذه مبدأ أول. مبدأ ثاني نظرية انقلاب النسبة في باب التعارض عند علماء الأصول، نظرية معقدة. مبدأ ثالث أن كلمة الصعيد في اللغة العربية تعني مطلق وجه الأرض. مبدأ رابع وثاقة محمد بن سينان. مبدأ خامس أن البناء العقلائي قام على أصالة الحس في الإخبارات، هذه كلها قواعد مثلا. ها؟ المكلف هون إذا كان متخصص بعلم الرجال لا يرى وثاقة ابن سينان، مباشرة يرى المبادئ يقول هذا مبدأه وثاقة ابن سينان، أنا لا أراها أترك الفتوى. العالم اللغوي الذي لا يرى أن كلمة الصعيد تطلق على مطلق وجه الأرض لنفرض مثلا، يمكنه التخلي عن الفتوى، هو يرى المبادئ في الهامش يعرف الفتوى يتركها. عالم الاجتماع الانثروبولوجيا إذا لم يوافق على دعوة البناء العقلائي المزعومة أنه أصالة الحس في الإخبارات مثلا، يمكنه أيضا أن يتحرر. الأصول الذي لا يرى نظرية انقلاب النسبة في باب التعارض لا معنى لأن يقلد. المتكلم الذي لا يؤمن بنظرية بشمول نظرية العصمة لباب المستحبات والمكروهات ليس له علاقة، وبهذا يولد المجتهد المتوسط. هكذا حاول لاريجاني صياغة نظرية متطورة نسبياً في التنظير لفكرة التقليد، ومن ثم لفكرة طبيعة العلاقة بين التخصصات وطبيعة العلاقة بين المرجع والمقلد. إذن نحن كنا مع العينة الأولى مسلك الوثوق وتنزيله على نظرية التقليد، في العينة الثانية نظرية التوسط على أساس العدد المعرفية وتنوع الاختصاصات التي ترتبط بالعملية الاجتهادية، ننتقل إلى العينة الثالثة والأخيرة، نظرية التوسط بين الاجتهاد والتقليد بملاحظة طريقة النظر ومنهج الترجيح. هذه النظرية الثالثة تلتقي مع النظرية الثانية اللي هي نظرية شيخ لاريجاني في نوع من التوسط بين الاجتهاد. يعني هناك وسط بين الاجتهاد الخالص والتقليد الخالص. وتلتقي هذه النظرية مع النظرية الثانية يعني نظرية الشيخ لاريجاني في أنها تنظر لأفراد المجتمع بشكل متنوع، ما بتأخذهم فئتين فقط مجتهد مقلد، وإنما داخل هذا المقلد تحاول أن تنوعهم إلى فئات، المجتهد المتوسط، المقلد المحض كما رأينا مع الشيخ لاريجاني. هنا أيضا يوجد تنويع من نمط آخر كما سوف نرى. تعتبر هذه النظرية ومعها النظرية التي قبلها أنه من الخطأ أن ننظر لكل من هو غير مجتهد خالص على أنه مقلد خالص، أن ننظر لهم على أنهم ذو لون واحد، أو أن نصفهم أن نضعهم جميعا في سلة واحدة. أبدا، يجب أن ننوع فيهم وتختلف
وظائفهم الشرعية تبعا لهذا التمييز. هذه النظرية، نظرية التوسط على أساس منهج الترجيح، طرحها في العقد الأخير من القرن العشرين وبالتحديد سنة 1996 الباحث المرموق الأستاذ يحيى محمد، وهو باحث عراقي يعني بارز، وهو بالمناسبة مولود سنة 1959، وهو حي يرزق أطال الله في عمر هؤلاء الباحثين والعلماء، في كتابه الاجتهاد والتقليد والاتباع والنظر. حظيت أطروحته باهتمام العديد من المثقفين والباحثين في الأوساط العربية الحوزوية والجامعية، لكن في تقديري لم تلقى ما تستحق من الاهتمام والنظر، ينبغي أن تدرس أكثر ويهتم بها أكثر. ورغم أن هذه النظرية أيضا مثلها مثل النظريتين السابقتين في تحليل لها جذور في الطروحات التراثية، ولا مجال لأن نحلل ذلك كثيرا، الوقت لا يسعفنا، غير أن هذا إطلاقا لا يلغي من أهمية النظريات الثلاث هذه، لأنها احتوت على إضافات نوعية في غاية الأهمية قدمها أصحابها، ونزلوا المجموع على باب المرجعية والتقليد. عصارة هذه الأطروحة التي يقدمها يحيى محمد أننا وبخاصة في العصر الحديث بتنا نشهد ظهور طبقة المثقف الديني بين قوسين، وأفراد هذه الطبقة ينتشرون على امتداد الحوزات والجامعات وعلى امتداد القراء المتابعين المهتمين بالشأن الديني. تزداد هذه الطبقة اتساعا يوما بعد يوم بسبب تراجع الأمية، انفجار المعلوماتية، سهولة وصول الكثير من الناس للكثير من المعلومات بما فيها تلك المتصلة بالاجتهادات، بما فيها تلك المتصلة بالأدلة الشرعية. لم يعد المشهد الاجتماعي والمعرفي كما كان في سابق عهده، لا أبدا. هذه الطبقة المثقفة دينيا، بعيدا عن النقاش في تعريف المثقف والثقافة، باتت تملك إمكانات لا يملكها جمهور العامة من الناس. صحيح، هذه الطبقة من وجهة نظر يحيى محمد لا تحظى بمستوى الاجتهاد الخالص، لكن بإمكانها ممارسة نوع من النظر في أدلة الفقهاء المختلفين في الفتوى. وبهذا يظهر عندنا مفهومان مختلفان يجب التمييز بينهما. المفهوم الأول عند يحيى محمد مفهوم الاجتهاد. يحيى محمد يعتبر أن الاجتهاد هو النظر المباشر في الأدلة الشرعية، يعني في الكتاب والسنة، لاستخراج الحكم الشرعي منها وفقا لعدد معرفية معينة بأدوات خاصة. هذا الذي يقوم به الفقهاء والمجتهدون. إذن العلاقة مع النص، مع المصادر الأصلية. هناك مفهوم آخر هو مفهوم الترجيح، وهو ما يمارسه المثقف الديني، أقصد بالديني هنا يعني الذي له أنس بالموضوعات الدينية. هذا المثقف الديني لا ينظر في الكتاب والسنة ليستخرج منهما الحكم كما يفعل الفقيه، بل ينظر في مقاربات الفقهاء أنفسهم، يعني ما ينظره هو جهد الفقهاء، لا يستنبط الحكم من النص. مثلا الفقيه ألف يرى اشتراط إجراء عقد النكاح باللغة العربية الصحيحة، الفقيه باء يرى صحة إجراء عقد النكاح حتى بغير اللغة العربية. يقدم الفقيه ألف أدلته في كتابه، يقدم الفقيه باء أدلته في كتابه. أنا كمرجح يعني ممارس لعملية الترجيح، أنا لست مجتهدا، ممارس لعملية الترجيح، ماذا أفعل؟ أركز نظري على أدلة الطرفين. أنا لا أملك الخبرة الكافية للوصول إلى حكم شرعي لأنني لست مجتهدا، ما أستطيع هذا بالقرآن والسنة، لكن يمكنني أن أرجح رأيا على رأي اعتمادا على الخبرة التي أملكها في مجال القضايا الدينية. ولهذا أنا لست مخولا أن أستنبط حكما ثالثا غير هذين الرأيين، أنا مخول أن أرجح بين رأيين قائمين بالفعل. ومن هنا تختلف طريقة الترجيح عند يحيى محمد عن طريقة التقليد. المقلد يأخذ بفتوى الفقيه من ذاتها، من ذات الفتوى دون معرفة الدليل. المرجح يأخذ الفتوى من الفقيه اعتمادا على ترجيحه لأدلة هذه الفتوى على أدلة فتوى الفقيه الآخر. طبعا واضح جدا لي ان الاستاذ يحيى محمد لا يريد هنا مجرد التخيير بين الفتاوى، اذا يريد مجرد التخيير بين الفتاوى الاسهل له ان ينسف نظريه تقليد الاعلام وينسف نظريه وجوب تقليد الحي. الجميع سوف يكون مخير بين الفتاوى بلا حاجه يكون حتى مثقف ديني. هو يريد شيئا اخر في تقديره. يذهب الى شيء اخر ايضا. الذي يريده يحيى محمد هو اعطاء قيمه للنظر الترجيحي بوصفه معيارا لاختيار الفتوى. هو لا يريد فقط يعطي اختيار. نظرية، إذا أنت نسفت نظرية تقليد الأعلم ونظرية تقليد الحي، الاختيار فتح، كل الناس تختار بين الفتاوى حينئذ حتى لو ما يعرف أي شيء في الدين. لكن هو كأنما يريد أن يصب نظره على العملية الترجيحية. هذا النظر الترجيحي محترم، مقدر له امتياز على غيره، يسمح له بالتنقل بين الفتاوى.
طبعا السؤال الافتراضي الذي يطرح نفسه هنا على يحيى محمد هو أن يحيى محمد اعتبر عملية الترجيح ليست اجتهادا بالمعنى الكامل للكلمة، واعتبر أن عملية الترجيح منقطعة الصلة بالنص، هي مرتبطة بنص الفقيه وأدلته، ليست مرتبطة بالنص الأصلي الكتاب والسنة. لكن في حين أنه لا يمكن، أن لو فعلا نحن تأملنا، لا يمكنك الترجيح دون تقويم الأدلة. كيف ترجح بدها تقوم الأدلة؟ الأدلة جزء منها النصوص، لأن أدلة هذا الفريق فيها نصوص وأدلة هذا الفريق فيها نصوص. كيف يمكنني فصل الترجيح عن النص؟ كيف يمكنني التمييز بين المجتهد والمرجح؟ خاصة أن الفقه السني المعاصر على الأقل بنفسه يقسم الاجتهاد إلى قسمين، اجتهاد إبداعي واجتهاد ترجيحي. قد للوهلة الأولى يبدو لنا أن مصطلحات الأستاذ يحيى محمد ملتبسة، المفاهيم متداخلة، لكن ما يسعف يحيى محمد هنا أنه يبدو لي منتبه إلى هذه القضية، لذلك هو يحلل عملية الترجيح بنفسه. عندما ندخل أكثر معه في مفهوم الترجيح بالدقة، الميكانيزم الترجيح، نجده يميز بين رتبتين للترجيح. إذن هو ملتفت للموضوع، ترجيح بالحد الأعلى وهو يسميه المرتبة التفصيلية للترجيح، والترجيح بالحد الأدنى وهو يسميه المرتبة الإجمالية للترجيح. الترجيح بالحد الأعلى أو المرتبة التفصيلية للترجيح هو الترجيح القائم على النظر التفصيلي في الأدلة عند الفقيهين، وهذا أمر يتسنى لفضلاء الحوزات العلمية، كثير من طلبة البحث الخارج، كثير من المهتمين أيضا والمتابعين القراء المعنيين بالشأن الديني ممكن. ويقول هنا يحيى محمد هذا يعني متداخل مع الاجتهاد، فيه رائحة الاجتهاد، يعني هو منتبه وليس غافل. لك طيب إذا كان كذلك يعني أنت دخلت في الاجتهاد مرة ثانية. يقول الرتبة الثانية التي هي عبارة عن الحد الأدنى للترجيح أو ما يسميه هو المرتبة الإجمالية، لا يعتمد فيها المثقف في ترجيح فتوى على فتوى على هذا الغوص في الأدلة، بل يعتمد على تراكم الخبرات السابقة، فيرى أن هذه الفتوى أقرب للصواب من تلك، مثل المثال الذي أعطيته في مسألة الخمس. وهنا نبتعد عن الاجتهاد، نبتعد حقيقة عن الاجتهاد، لأنني ما أدخل وأنا أرجح في الأدلة وأقول هذا أفضل وهذا أقوى وهذا ضعيف، لا، وإنما أنظر أحياناً بطريقة عابرة فأجد بحكم خبرتي السابقة المتراكمة في المعرفة الدينية هذا أفضل من هذا، هذا أرجح من هذا. بهذا لسنا مضطرين لحصر عملية الترجيح بخصوص النخبة من المثقف الديني، بل يمكن أن تتسع لمساحة أكبر من المثقف الديني. مثلاً وهو يمثل، مثلاً أنا أجد هذا الحكم مخالف للفطرة، هو هذا الحكم يا أخي مخالف للفطرة، خلاص فأنا أرجح هذه الفتوى على تلك، أرى هذه مخالفة للفطرة، أو مخالف للعقل بشكل جارح، أو مخالف للعدالة، أو لروح الإسلام، أو لأي شيء، فأنا أترك هذا الذي أحس بوعيي أنه مخالف للعقل أو الفطرة أو العدالة وأذهب إلى فتوى أخرى. أنا ما أخترع فتوى من عندي، أرجو الانتباه جيدا، أنا أستبدلها بفتوى أخرى، أنا أتحرك داخل الفتاوى اللي هي خيارات قائمة بالفعل. طيب إذا أنت سألت يحيى محمد شو الدليل على حجية هذه الترجيح؟ الترجيح شو الدليل على حجيته؟ ظن في ظن، شو الدليل على أن الترجيح هذا حجة أصلا؟ ينطلق يحيى محمد في ذكر أدلة، مثلا على سبيل المثال يقول العقل يحكم بذلك. عملية الترجيح ما معناها؟ معناها أنك ترى أن هذا الحكم أقرب للواقع من ذلك، أو احتمالية كونه أقرب للواقع أكبر. العقل يحكم بتقديم ما يظهر لك أنه أقرب للواقع، ويلزمك بتقديم الراجح على المرجوح، وهذه الأقربية أقربية موضوعية ليست أقربية مزاجية، لأن المفروض أن الذي جعلني أحس أنه أقرب هو خبرتي الثقافية الدينية، مش أنه جزافا أنا ما قاري كتابا على بعض هذا أفضل، لا. وبثم بهذه الطريقة ادعائي أن هذا أقرب للواقع أو أقوى احتمالا في أقربيته للواقع هو ادعاء عقلاني، وهو ادعاء أخلاقي أيضا، له مبررات موضوعية. أيضا يستند محمد إلى البناءات العقلية، يقول إذا واحد عنده خبرة طبية، ليس طبيب، عنده خبرة طبية، فطبيبان اختلفوا يستطيع أن يرجح، يقول أنا أخذ بهذا، أنا عندي خبرة طبية أخذ بهذا، طبع العقلاء هكذا. طبعا يمكننا اعتبار حتى بعض المفكرين المعاصرين اللي هم خارج السياق الفقهي قريبين من هذه الأطروحة أيضا، مثلا دكتور عبد الكريم السروش الذي يميز بين الاتباع التعبدي اللي هو التقليد بالمعنى الخاص
وما يسميه الاتباع التعقل التحقيقي، أو آخرون يميزون بين التقليد العلمي العقلائي والتقليد الأعمى أو الجاهل، عبارات متعددة في هذا السياق. إذن نحن أمام ثلاث عينات، من نظرية الوثوق إلى نظرية التوسط على أساس العدد المعرفية إلى نظرية التوسط على أساس الترجيح. سأختم، وإن كان يعني أخذت زايد عن الوقت، لكن سأختم بمقارنات سريعة كما فعلت في لقائنا السابق سريعا. هذه بعض العينات التي أحببت أن أختارها فيها، أجري مقارنات سريعة. طبعا هذه العينات سعت في تقديري لما اعتبرته هي تنضيج ظاهرة التقليد، تنضيج ظاهرة التقليد. مقارنات سريعة بسرعة لأن صارت الفكرة واضحة. النظرية الأولى اللي هي النظرية الوثوقية لا تحصر نفسها بالأدلة، يمكنها أن تكتفي بحصول الوثوق عند المكلف بصحة الفتوى بصرف النظر عن الأدلة، ولو نشأ هذا الوثوق من وثوق بشخص المتكلم، بشخص الفقيه. بينما في النظرية الثانية والثالثة نحن نجد حضور الأدلة والمبادئ أكثر، إذا لاحظتم. اثنين، النظرية الأولى اللي هي مسلك الوثوق لا تميز بين مكلف وآخر، أن هذا المكلف له خبرة معرفية أو هذا المكلف عنده عدة معرفية أو مثقف ديني، ليس عندها فرق. من حصل له الوثوق بالفتوى كائنا من كان رجع إليها، من لم يحصل له وثوق بهذه الفتوى كائنا ما كان مستواه العلمي لا يرجع إليها. بينما على النظرية الثانية والثالثة تم التمييز بين نوعين من غير المجتهد، فئة ذات خبرات وفئة تملك خبرات كما قال الشيخ صادق لاريجاني، فئة لديها ثقافة دينية وفئة لا تملك ثقافة دينية إطلاقا. إذن هذا التمييز أساس في النظرية الثانية والثالثة، في النظرية الأولى لا يوجد هذا التمييز والجميع يساق مساقا واحدا. ثالثا، الفرق بين النظرية الثانية والثالثة، يعني لاريجاني مع أخي محمد، فرق مهم. النظرية الثانية لاريجاني لا تقبل من التحرر، لا تقبل لك أن تتحرر من التقليد الخالص إلا إذا كنت صاحب اختصاص، فتتحرر تبعا لاختصاصك. الحركة هنا داخل نخبوية، داخل تخصصية. بينما في النظرية الثالثة لميحيى محمد لا يشترط أن يكون المثقف الديني متخصص في أي علم من العلوم بحيث يكون مجتهدا في ذلك العلم، يكفيه أن يكون ذا خبرة تخوله ممارسة الترجيح التفصيلي أو ممارسة الرتبة الإجمالية من الترجيح. هذا فارق جوهري. نقطة رابعة أيضا، وأنا أحلل هذا الموضوع، تلتقي النظرية الأولى والثالثة، يعني نظرية الوثوق مع نظرية الأستاذ يحيى محمد، لا توافق النظرية الأولى والثالثة على تشكيل طبقة منتجة للمعرفة في عرض طبقة الفقهاء خارج سياق إنتاج الفقهاء. يعني ليس المقصود أن المكلف في النظرية الأولى ولا في النظرية الثالثة له حق إنتاج رأي فقهي خارج سياق الفتاوى القائمة بالفعل أبدا، لا تسمح لك النظرية الأولى ولا النظرية الثالثة بشيء من ذلك. بينما انتبهوا جيدا، في النظرية الثانية تسمح لي بذلك. لو فرضنا أجمع جميع فقهاء المسلمين على حكم ما مثلا، وبنوا هذا الحكم على فهمهم لدلالة لغوية معينة، وأنا متخصص في اللغة ورأيت أنهم جميعا مخطئون في ذلك وألفت كتاب في خطأهم في هذه المعادلة اللغوية، أستطيع أن أتحرر من رأيهم نحو البديل. فإذا بنوا على الحرمة أقول لا حرمة، حلية، رغم أن الحلية ليست خيارا قائما يشكل فتوى قائمة بالفعل. إذن في تداخل ما بين هذه النظريات وفي أيضا تمايز. لا أريد أن يوجد بالتحليل، يمكنني الخروج بعناصر اشتراك وافتراق أكثر، لكن الوقت لم يعد يسمح لي. أختم بجملة تنقل عن الفيلسوف الألماني ذي النزعة الإلحادية، طبعا الجملة أريد أن أستفيد منها، لا أريد أن أكرسها، أريد أن أستفيد منها في يعني في نقطة معينة، وهو فيورباخ المتوفى 1872 للميلاد. فيورباخ يقول: كفر عصر دين عصر آخر. ما أنا طبعا لا أريد أن أؤيده في الفكرة، أريد أن أستشهد بالفكرة، أريد أن أقول لا نستعجل في التعاطي مع هذه الأطروحات، لا بقبول حماسي ولا برفض مطلق قلق خائف، لعل بعض النظريات المهجورة في زمان تصبح نظرية فقهية سائدة في زمان آخر، كما حصل في أكثر من موضع. المطلوب أن نعمل وفق ما نقتنع به حسب الإمكانات التي توفرت لنا في زماننا، والله يعذرنا ويغفر لنا إن شاء الله تعالى. ولا يعني إمكانية خطأ التصورات القائمة أنه لم يعد لها معنى، والله ممكن كله خطأ، هذا لا يعني أنه لم يعد لها معنى.
بل وعلى حد التعبير يعني كارل بوبر، أن أستعير عبارته، ما دامت هذه النظريات قائمة ولها جمهورها ولها أدلتها، دعوني أقول نتعامل معها بإيجابية طالما لم يتم إبطالها وضحضها بشكل كامل ونهائي. وأوجه كلامي إلى كل المعنيين بالشأن الثقافي الإسلامي وإلى الحوزويين، ليكن كل واحد منا ماركس. ماذا تعني هذه الكلمة في قصة؟ لا أدري إذا هذه القصة صحيحة أو لا، لكن قصة تنقل، ويعني هي ليست مطابقة لموضعنا، لكن يعني يمكن توظيفها، ترسل رسالة معينة. كارل ماركس يقولون كان يلقي مرة محاضرة، أحد الحضار انتفض، قال له هذا الذي تقوله يخالف مسلمات الماركسية. ماركس قال له هذه مشكلتك أنت، هذه مشكلتك أنت ماركسي، هذه مشكلتك، أنا مش ماركسي، أنا ماركس نفسه. لا نريد أن نكون ماركسيين، نريد أن نكون ماركس نفسه. يعني فليكن لدينا جرأة تكوين الفكرة، مش نصنع فكرة ونصبح نحن أسرى لهذه الفكرة، الفكرة نحن نصنعها. هذه نقطة مهمة جدا. أنت ماركسي، أنت بتعاني من المشكلة، أنا مش ماركسي، أنا ماركس. إخواني يعني أخيرا أقول علينا إدراك صعوبة المرحلة الحالية، التفكير الجاد ضروري لنا، لأننا في تفكيرنا بقضايا التقليد ونحوها نشتغل على ملفات حساسة. اليوم إخواني الأعزاء أخواتي الفاضلات، بدأنا في مجتمعاتنا نشهد ما سماه بعض علماء الاجتماع المعاصرين في الوسط الديني، سماه فصل الإيمان عن الشريعة. بدأ يظهر جيل متدين لم يعد يهتم لقضايا الشريعة. تخطينا يعني بالنسبة لهذا الجيل، تخطى فصل الدين عن السياسة وفصل الدين عن الدولة، وفي حديث عن فصل الدين عن الشريعة. المشكلة الأساسية في قضية التقليد تظهر متى؟ في عصر فقدان الثقة. نحن الآن جزء من شرائحنا الاجتماعية تفقد الثقة بطبقة المؤسسة الدينية بسبب الاختلافات أي سبب. معهم حق ما معهم حق، أنا ما أتكلم من هو الذي معه حق. لما نفقد الثقة ندخل في مرحلة انسداد. علينا أن نفكر بجدية في حل أزماتنا الكبرى بدل يعني أسلوب وضع الرأس في الرمال. مشكلة بعض الناس أنهم لم يدركوا حتى الآن أننا دخلنا في مرحلة تحولات مجتمعية كبرى، بل الإنسان بدأوا يخضعونه للتحول الجذري، ويجب علينا أن ننتبه وين نحن نعيش. وهذه الموضوعات لا أريد أن أؤيد أي منها الآن، لست بصدد البحث الاستدلالي ولا أريد أن أبطل أي منها، لكن هذه الموضوعات فلنأخذها بجدية، ولتكثر مثل هذه الأطروحات، ولتناقش في أوساطنا العلمية الجامعية والحوزوية، علنا نصل إلى صيغة قادرة على أن تحل وتعالج أكثر فأكثر قضية الارتباطات وشبكة العلاقات الراجعة إلى موضوع المرجعية والتقليد والاجتهاد والاحتياط. أعتذر عن التأخر، والحمد لله رب العالمين.